السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي عنونت لهذا اليوم: الملك يتبادل التهاني مع خادم الحرمين الشريفين وأمير دولة الكويت وحاكم دبي وولي عهد أبو ظبي بمناسبة حلول شهر رمضان. البحرين الأولى في نسب التعافي. حميدان 65 ألف عامل مخالف وتصحيح أوضاع 33 ألف. 6 ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا يؤكد فعالية علاج المرضى ببلازما دم المتعافين. تشين موقع إلكتروني للشركات والمؤسسات لترويج سلعها ومنتجاتها. تقييم أكثر من 1100 موقع عمل ومسكن للعمال. ومع صحيفة الأيام والتي نشرت لهذا اليوم: ولي العهد المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وصحة المواطنين والمقيمين أولوية. وزير المالية يبحث الوحدة الاقتصادية مع وزراء مالية التعاون في جلسة طويلة للنيابي. إقرار توصيات المالية بتشكيل لجان تحقيق في التربية والجامعة. وإلى صحيفة البلاد والتي بيّنت: منع المجالس الرمضانية والغبقات. لفتت صحيفة الأيام أنه لدى ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لاجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد. أكد سموه أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولوية. تجدد العزم دوما لتسخير كافة الإمكانيات أمام أبناء الوطن للمواصلة في مسيرتهم بكل عزيمة للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدا على تكثيف الإجراءات بما يضمن صحة وسلامة الجميع خاصة خلال شهر رمضان المبارك. كما ونقرأ من صحيفة الأيام أنه تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، سيقام الملتقى الإلكتروني الدولي لفيروس الكورونا بمشاركة نخبة من المتخصصين والاستشاريين الدوليين، وذلك في يوم السبت المقبل الموافق للخامس والعشرين من شهر إبريل. هذا ونشرت صحيفة الأيام أنه لدى مشاركة الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، تم بحث مستجدات التدابير والجهود الاحترازية التي قامت بها الدول الأعضاء لتنفيذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا وتعزيز الثقة في اقتصادات دول المجلس وتحقيق الاستدامة المالية. صحيفة أخبار الخليج لفتت أن المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صرح أن مشاريع البنية التحتية لن تتوقف إثر فيروس كورونا، مشددا على ضرورة التزام شركات المقاولات باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية. خلية نحل بين الحكومة والمواطنين صنعت عسلا في زمن كورونا، عنوان مقال في صحيفة أخبار الخليج للكاتب عبد المنعم إبراهيم. فإلى سطور هذا المقال: قبل وصول الفيروس إلى البحرين، ولا أحد ينكر الجهد الكبير والرائع الذي بذله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، حيث شكل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا
تحولت البحرين إلى خلية نحل تتكاتف فيها جهود الحكومة مع جهود المواطنين في التعاون المشترك لمواجهة الأزمة الصحية العالمية. وأكثر ما يثلج الصدر ويثير البهجة هذه الأيام سماع كلمة متطوعين بين أهل البحرين، سواء في قطاع التمريض أو التطوع في وزارة الداخلية، والتطوع في حملات النظافة بالشوارع والمدن، والتطوع في خياطة وصناعة الكمامات. نشرت صحيفة البلاد أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أكد على تكثيف جهود الوزارة لمراقبة المنشآت العاملة في القطاع الخاص والوقوف على مدى التزامها بكل التعليمات الرسمية خلال هذه الفترة الاستثنائية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. خلال المؤتمر الصحفي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، نشرت صحيفة الوطن أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أكدت أن عدد الرحلات زاد، حيث تقوم طيران الخليج بنقل ما بين 500 إلى 600 مواطن أسبوعيا من الراغبين بالعودة، مشيرة إلى أنه تم تقليص جدولة العائدين بحيث سيتم الانتهاء منها جميعا في 7 من شهر مايو. بيّنت صحيفة الوطن أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكد على توافر المخزون الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، وأن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توفر الأغذية والسلع في السوق المحلية. وأعلن الزياني عن تدشين نظام للتجارة الإلكترونية عبر موقع إلكتروني، وذلك تزامنا مع إغلاق المحلات يوم الخميس المقبل. لفتت صحيفة الوطن أن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق الحسن أكد أن من يتم نقلهم من العمالة الوافدة لمراكز الإيواء ليسوا بحالات قائمة وليسوا مخالطين لحالات قائمة، كما كشف عن موافقته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد على مقترح بخصوص تجديد الإقامات والزيارات للمخالفين آليا مع الإعفاء من الغرامات والرسوم. نقلت صحيفة الأيام تأكيد رئيس النيابة أحمد الغتم أن النيابة العامة أنجزت التحقيقات في عدد من القضايا المقيدة بشأن مخالفة الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية من أجل مكافحة فيروس كورونا، وقد أمرت النيابة بإحالة 8 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بسبب عدم التزامهم بالحجر. نشرت صحيفة الأيام مقالا للكاتب خليل الذوالي بعنوان رمضان الخير والبركات، قال فيه ما يلي: بطبيعة الحال ستتغير بعض مظاهر رمضان الدينية أو تلك الاجتماعية أو السلوك المبني على العادات والتقاليد، فظروف التباعد الاجتماعي تقتضي الصلاة في بيوتنا، يتعذر علينا صلاة التراويح في المساجد والجوامع، ولسماحة ديننا فإن المسلم معذور في الأمور التي تخرج عن إرادته. وعلماؤنا جزاهم الله خيرا قد أوضحوا لنا في أحاديثهم المباشرة أو عبر وسائل الإعلام المختلفة الرخص المتاحة لنا نظرا لهذه الظروف الصحية الطارئة حفاظا للنفس. ومن هنا تأتي عظمة ديننا الإسلامي المبني على السماحة والتخفيف ومراعاة الصالح العام وحماية النفس البشرية. علينا أن نأخذ بالرخص المشروعة دون الإخلال بصلب العقيدة، فرمضان هو شهر الخير والبركات، سواء فتحنا مجالسنا وتبادلنا زيارات أو مكثنا في بيوتنا وتواصلنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة،
فستظل لرمضان قدسيته وأجره الحاصل من الله جلت قدرته. بيّنت صحيفة الوطن أن استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني أكد أن العلاج بالبلازما أثبتت الفعالية بعد تبرع عدد كبير من المتعافين بدمائهم. وبيّن القحطاني أن هناك 3 سلالات مختلفة لفيروس كورونا. بيّن صحيفة الوطن أن استشارية الأمراض المعدية والأمراض البطنية بمجمع السلمانية الطبي الدكتورة جميل السلمان أكدت أن جميع الحالات المصابة من الأطفال كانت بسيطة وتماثل عدد كبير منها للشفاء، والمتبقي منها حالات قليلة ستعود للمنازل قريبا، مشيرة إلى أن مملكة البحرين هي الأعلى في نسبة التعافي من فيروس كورونا بالمنطقة. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت المبادرات الوطنية لصناعة كمامات بأيد بحرينية توزع مجاناً لكافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من قبل 200 أسرة ومتدربة من خريجات الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية بهدف توزيع 100,000 كمام طبي خلال شهر. ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان، وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بعدد من التدابير الاحترازية في هذه الصورة. اللغز العجيب هو عنوان مقال نشر في صحيفة الوطن للكاتب فريد أحمد، فإلى سطور هذا المقال. حصل عند البحث في أسباب إصابة بعض الصينيين به، حيث توصل العالم إلى قناعة بأن السبب هو الحيوانات والحشرات، خصوصا الخفاش، قبل أن يأتي من يعمل على نسف هذا الاعتقاد والقول بأن الخفاش بريء وأن الوباء نتاج حرب بيولوجية بين الصين والولايات المتحدة. هذه الأيام تحديداً يزداد الحديث عن خروج الفيروس عن السيطرة في معمل في المنطقة التي بدأ فيها الانتشار في الصين، ويزداد نفي الصين وقولها بأن الفيروس سلاح بيولوجي تم تخليقه في الولايات المتحدة. من يحل لغز فيروس كورونا ومتى وكيف؟ لا أحد يمتلك الجواب حتى الآن، لكن الجميع يمتلك ما يكفي من وصفات طالما استمر الأسبوع مربوطاً. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدين نكون وقد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.